السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور متولي البرجيلي، أهلا مرحبا يا دكتور. أهلا بك أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم ولك بمصر السادة المشاهدين والمشاهدين، اللهم أمين يا رب. اليوم 24 من هذا الشهر الطيب المبارك، وبعد ساعات قليلة نستقبل إحدى الليالي الوترية، ليلة 25 من شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ليلة القدر. شيخنا يبدأ بحثنا جميعا على الاهتمام بهذه الليالي وقدرها، وخاصة الليالي الوترية من هذه العشر أواخر من رمضان. شيخنا الكريم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. العشر الأواخر من رمضان لها اهتمام خاص عند المشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بداية رمضان في آخر يوم من شعبان لما خطب الصحابة، فإنه بشرهم بقدوم رمضان وخص ليلة القدر، فقال: وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. فهذه الليلة هي ليلة يعني أفضل ليالي العام بكامله، وهذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر كثيرة جدا، لكن أرجح الأقوال هو ما ورد في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والسنة العملية التي حدثت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنها جاءت في ليلة 21، وفي ليلة 23، وفي ليلة 25، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين، بل إن في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في آخر ليلة من رمضان، يعني ليلة 29. فالصحيح إن شاء الله أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتنقل في الليالي الوترية. فعلى الإنسان أن يهتم بالعشر الأواخر من رمضان التي بدأت، والليلة إن شاء الله هذه ثالث ليلة وترية. نعم. يعني مرت علينا ليلتين، ليلة 21 وليلة 23، بقي ثلاث ليالي، فالإنسان يكون حريصا على هذه الليالي الوترية، وليعلم أنه إذا أقام هذه الليلة وتقبلها الله سبحانه وتعالى فإن ذلك كما قال أهل العلم، كما في الآية يعني ألف شهر، فإن عبادة هذه الليلة تساوي عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وسواها على الحقيقة هي خيرية، خير من ألف شهر. خير من ألف شهر، نعم، ده صحيح. خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خيره. اللهم آمين. وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من أهل ليلة القدر. اللهم آمين يا رب العالمين. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ، الله يرزقك. أهلا ومرحبا بحضرتك، تفضل. الله أن يبارك في أمة الإسلام وأن يرزقنا جميعا أجر ليلة القدر، ونغفر لنا جميعا وتقبل منا جميعا يا رب العالمين. اللهم آمين. أستاذ الشيخ بارك الله فيك، عايزك تذكرنا عن فضل صلاة الضحى، وما هو كيفيتها ومتى وقتها؟ بارك الله فيك الشيخ. كيفية والوقت، حاضر. أم مصطفى، أم يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم عم الشيخ كده أسأله كم سؤال كده؟ حضرتك معانا، اتفضلي يا فندم. طب ليه أختي جارتي بس بتسأل عن، كان عندها يعني بتاخد برشام وكده للدورة،
في رمضان، فنزل عليها دم في رمضان، بس هو دم لونه بامبا كده. بس هي تفطر بقى ولا تكمل صيامها عادي؟ حاضر. سؤال وليا تاني. برضك كمان سؤال ليا، مثلا عندي اخوات جوزي هما مش بيكلمونا، فانا رحت اكلمهم في رمضان ما رضيوش، هل عليا ذنب؟ أم عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عمر. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا زوجي بيحلف بالطلاق كتير. ألو؟ أيوة سامعي. بيحلف بالطلاق كتير، يعني أي حاجة ممكن يحلف عليها طلاق، لو العيال، لو إحنا متخانقين مثلا مش عاوز يوديهم الحضانة يروح عليها طلاق معاهم رايحين. لو عين مثلا بنت عاوزة متخانق مع البنت. اه سامعي. مش عاوز تخليها تروح الامتحان، عليها طلاق ما هي رايحه الامتحان، اي حاجه يحلف عليها بالطلاق. طيب هو، طب يعني انت سالتيه على نيته، هل بيبقى قصد الطلاق ولا الحلف ولا التهديد ولا ايه بالظبط؟ لا يعني هو بيحلف، هو اساسا بيشرب مخدرات. هداه الله، نسال الله له الهدايه. ممكن يبقى يحلف مش ما يعرفش ان هو حلف، بينسى كمان مش بياخد باله. اه بينسى، يعني مثلا مره حصل طلاق ما بيننا وقال لي انت طالق كم مره، ورحنا الازهر يعني كذا مره، والازهر اتكلم معاه وكده، والمهم راح قاعد بقى يتكلم ان هو مش فاكر هو قال يمين ايه اساسا، وانا طبعا ببقى متذكره وفاهمه، وانا يعني الحمد لله ملتزمه وكده. فطبعا هو يعني هو بيحلف كتير، ممكن يحلف مثلا عليا الطلاق ما انا رايح الحته الفلانيه، وعليا الطلاق ما انا عامل مثلا كذا. طيب واضح الكلام يا ام عمر. في سؤال تاني، ربنا يهدينا ويهديه. في سؤال تاني. طب مش انا بقى، لو هو مثلا دلوقتي قال لي عليا الطلاق بتاعك لو خرجتي تبقي مثلا طالق، انا كده لو خرجت من غير ما اقول ابقى طالق طيب ولا ايه؟ شكرا. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انا اتصال. السلام عليكم. استاذ رمضان، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا يا اخي رمضان، تفضل. اهلا. انت غالي واسمك غالي، تفضل. بقول لك يا شيخ، انا حلمت. ها معايا؟ معاك. حلمت انا عمي لسه ميت من شهر. حلمت بايه؟ اه شيخنا، انت بتفسر احلام؟ الشيخ لا يفسر احلام يا اخي رمضان. لو في سؤال، لو يعني سؤال فقهي. اخي رمضان وطي التلفزيون من فضلك. بص، انا ابن عمي لسه ميت من شهر، انا حلمت ان انا بدي له حاجه. الله يرحمه. طيب ربنا يغفر له ويرحمه. طب ابص في كتاب تفسير الاحلام اللي عندي، بقول من اعطى ليت مكتوب فيه، في كتاب التفسير بيقول من اعطى 100 شاه دل على موته. ربنا يبارك لك ويبارك في عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. مين معانا؟ وعليكم السلام. السلام عليكم. اتفضلي. مين معانا؟ اتفضلي. بعد اذنك انا عندي سؤالين اثنين. اتفضلي يا ام. جوزي اول حاجه يعني هو كويس ومحترم وكل حاجه، بس ما بيصليش، وبيخرج ما بيقوليش ان انا رايح فين ولا جاي منين، وقاعده قلقانه عليه وماشي كده مع نفسه كده، وقاعد قدام التلفزيون يسمع الاذان ويسمع الصلاه ويسمع كل حاجه وما بيصليش. اقول له قوم صلي، وعياله حلوين وبيصلوا ومحترمين كل حاجه الا هو. الله يعينك. السؤال الثاني عندي والدتي كانت قاعده مع مرات اخويا الصغير، فهي حرمتها، كانت مبهدلاها، حرمتها ولا تمشي وراها في الموته ولا تقعد في معزنتها. ام حضرتك اللي حرمت زوجة اخيكي؟ اه. فانا مش عارفه شيء، انا قلت بلغت الرساله دي، ما اعرفش حرام عليا ولا ايه، مش عارف. حاضر. شكرا يا بنت. مع السلامه. رحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. ليه سؤال. نعم. في الآية 78 في سورة الواقعة، لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه. حاضر. لا يمسه. طيب. إلا المطهرون. مهم. يعني المطهرون دول هم اللي بيتوضوا لما يقرأوا قرآن. حاضر. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، ربنا يرضى عنا وعنك ويحفظك ويبارك في عمرك.
الأخ محمد، فضل صلاة الضحى والكيفية والوقت، يعني كيفية الصلاة ووقتها. نعم الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وأفضل وقت صلاة الضحى هو إذا تأخرت، عندما تشتد الشمس قبل الظهر بنصف ساعة أو بحوالي ساعة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصيل هو ابن الناقة الصغير. ترمض يعني الشمس تشتد فتبحث عن مكان تختبئ فيه من الشمس، فهذه صلاة الأوابين. لكن هي يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة. وفضلها، الأحاديث وردت في فضلها كثيرة، منها على سبيل التذكرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإدناء ما في دلوك لدلو أخيك صدقة، إلى آخر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. فالإنسان يصبح مدينا على كل سلامة، وسلامات الإنسان 360 سلامة كما ورد عن عائشة رضي الله عنها، فأنت تصبح مدينا بهذا على السلامات، هي المفاصل يعني السلمات العظام التي يتكون عليها الجسم، فأنت مدين في الصباح بهذا، فعليك أن توفي هذا الدين، فتسبح وتكبر وتحمد وتأمر معروف وتنهى عن المنكر، فيجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. صلى الله عز وجل أن يرزقنا هاتين الركعتين. اللهم صلاة الضحى. اللهم صلى الله عز وجل قبول. أمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. هذه ثلاث أسئلة. نعم. ممكن أسأل الشيخ؟ حضرتك معانا يا فندم، اتفضلي. وقت التلفزيون من فضلك. دلوقتي حضرتك أنا على الأخت الفاضلة أمة الله. طب أم آية، السلام عليكم. أيوة. اتفضلي يا أم آية. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. أيوة يا شيخ ناصر. أيوة اتفضلي معاك. حضرتك أنا بنتي دلوقتي تعبانة. شفاء الله عافاها. ماشي تعبانة، فطبعا هي بتحس بأصوات غريبة كده. ماشي، ما بتنامش خالص. ربنا يعافيها. غريب. بنعفيها أمي. حضرتك ما بتعرفش حتى ما بتيجي تصلي ما بتعرفش، بتبقى بتقولي انا بودني معاكم، وما ما بحس يعني ايه باصوات غريبه برضه في الصلاه، وما ببقى منعه منها يعني. يا عمرها قد ايه؟ حوالي 17 يعني 17 سنه. ربنا يعافيها ويديها الصحه ويبارك فيها. حاضر. فحضرتك انا يعني عايزه بس اسال، يعني الاصوات الغريبه ديت بتقولي عندي احساس ان هي بتموت، فمش عارفة حضرتك يعني الأصوات الغريبة ديت، أنا مغزى بتسمع الكروان بيعمل في السماء، وبسمع أصوات غريبة حيوانات وكده، وزي في شيطان كده في ودنها لا ما تصليش، وما بتقول أنا مش عارفة أنام، وقلبي كده بيحس إن هو بيروح ويجي كده، مش عارفة تحس إن هي بالصوت دي والأصوات الغريبة. ربنا يعافيها يا أم آية، ربنا يعافيها ويشفيها. يا رب والله طمنك عليها. حاضر شيخنا يجيب. يعني حضرتك رد عليا برضو يعني. حاضر يا أم آية، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم. معنا؟ طيب. شيخنا الكريم، في سؤال يعني كثيرا ما يرد إلينا. ما حكم من استيقظ من نومه فوجد أثر الاحتلام وهو صائم؟ فهل هذا يفسد صيامه يا شيخنا، سواء حدث هذا منه بالليل او اثناء نومه في النهار؟ نعم شيخنا. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، النائم رفع عنه القلم، فاذا احتلم وهو نائم سواء اثناء صيامه بالنهار او قام او بالليل او قام وجد نفسه محتلما، فلا شيء عليه، وهذا لا يفسد الصيام لانه مرفوع عنه قلم التكليف. إذن صيامه صحيح. صيامه صحيح، لكن الاغتسال، هل يجب الاغتسال على يعني عندما يجد هذا الأمر فورا، أم ماذا يفعل؟ يغتسل لأنه سيصلي. نعم. هو الآن هو جنب،
هل سيبقى جنبا هكذا؟ لكن عليه أن يغتسل ليستقبل الصلاة القادمة حتى لا يضيع الصلاة. أيوة نعم. نعم جزية الجنة شيخنا الكريم. وطبعا مسألة أنه هذا يحدث منه في النهار أو الليل لا يفسد صيامه ما دام هو خارج عن الإرادة، وهذا أيوة حدث في نوم. نعم هو نائم سواء هو نائم بالليل أو بالنهار، رفع عنه رفع القلم عن ثلاث من هؤلاء الثلاث عن النائم حتى يستيقظ. طب أيضا حكم رمضان شيخنا الكريم، في بعض الناس مثلا بيبقى عنده مثلا بيفكر في الزوج، يفكر في الزوجة أو تفكر في الزوج، ما يسمى بأحلام اليقظة، ما الفرق بينه وبين من يعني مثلا المحتلم أو ما شابه ذلك، وهل هذا يؤثر في صحة صيامه؟ هو يفكر ويؤدي هذا التفكير إلى يعني إلى شهوته؟ نعم. ولا مجرد تفكير؟ هذا أو ذاك، يعني السؤال أحيانا يرد كده وأحيانا يرد كده. مجرد التفكير وفي زوجته ولا يعني لم يترتب عليه قضاء شهوته يعني في بهذا التفكير فلا شيء فيه، انما فكر واستغرق في التفكير وادى ذلك الى ان يعني نزول الشهوه، فهذا ان يعني لا شيء عليه، انه ايضا المساله انه لكن لا يستغرق في هذا التفكير ياثم اللي هو ان كانت زوجته استغرق في التفكير جدا وهو يعرف أنه سيحدث منه هذا، فهذا يقضي يوما مكانه. أما إن كان تفكيرا عابرا وأدى إلى ذلك فهذا لا شيء عليه. هذا مثلا بما فيه المذي أم لا المذي؟ لا المذي الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بمفطر، ليس بمفطر، نختار هذا الرأي. تمام. وعليه أن يتقي الله عز وجل ويفكر فيما يفيده. أيوة في الصيام. نعم. و... أيوة لكن هذه أسئلة قد ترد، قد يحدث بالفعل. قد يحدث هذا. نعم أيوة نعم. احيانا ما نسمع باحلام اليقظه، ما الفرق بين احلام اليقظه والمنامات شيخنا الكريم؟ ايه احلام يعني يرى حلما وهو نائم يعني؟ لا يعني وهو مستيقظ؟ وهو مستيقظ يعني مش حلم. هو تفكير في زوجته. نعم. ان لم يؤدي الى يعني ان تاتي الشهوه فلا شيء عليه، زي زوجته. نعم شيخنا الكريم جزاك الله خيرا. أم يوسف جارتي تاخد برشام لمنع الحيض، بس في دم نزل لونه مختلف عن لون الحيض، فما حكم الصيام شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أخذت حبوب لمنع الحيض لتصوم ثم نزل نقطة دم كما تصف لونها غير لون دم الحيض وغير متصلة فهذه ليست بحيض. هذه ليست بحيض، هتكمل الصيام. تصوم وتصلي طالما هي كما تقول هي نقطة دم لونها ليس كلون الحيض وغير متصلة. نعم. هذه بقى تصوم وتصلي. إخوة زوجي لا يكلموننا، يحاولون أن يتكلموا معهم هم يعني جزاهم الله خير يوسف وزوجها، لا توجد فائدة، فالإثم على من يقع شيخنا الكريم؟ فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. هي حاولت وتحاول مرة ومرة ومرة ويعني كلما فعلت ذلك ما زالت تصفهم المل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تحاول أن تصل ولو بالحد الأدنى حتى لو السلام بالتليفون، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تحاول يعني. حاضر شيخنا الكريم، أسأل الله أن يصلحنا. الأسئلة دي متكررة جدا، مسألة الخصام ومع أقرب الناس مع الأقارب مع ربما تمر بالسنوات. أسأل الله العفو والعافية. اللهم أم عمر زوجي بيحلف بالطلاق كثيرا، ويبدو أن مسألة تخطت مسألة الحلف بالطلاق، ده في طلقات صريحة أو طلقات صريحة، بس دي مش ده مش السؤال. السؤال أنهم ذهبوا إلى دار الإفتاء وقالوا لا عليه كفارات، لكن مسألة علي الطلاق ما أنت خارجة، علي الطلاق ما أنت مش عارف إيه، علي الطلاق الواد ما هيروح المدرسة، علي الطلاق البنت ما هي واكلة، حكم العيشة مع إيه شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى دار الإفتاء وقالوا أن عليه كفارات واعتبروها يمينا، فهو إذا كان لا يعقد، وواضح من كده من الكلام أنه لا يعقد العزم على الطلاق، فكل هذا يعني أيمانات، ويكفر عن هذه الأيمانات، يطعم عن كل مسكين، عن كل طل تطليقة يعني كل يمين 10 مساكين. طب هو بيقول لها عليها الطلاق ما انت خارجة، ولو هي خرجت هو نفس الكلام. نفس الكلام. لو هو من الواضح ان هو الطلاق على لسانه يعني ايه يردده دائما، فهذا لا يعزم على الطلاق، لا يفعل طلاق، لكنه آثم. يأثم طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهو يحلف بالطلاق فهو آثم لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، فيستغفر، وهذا كبير من الكبائر، إضافة إلى أنه يعني وضع نفسه في اختلافات أهل العلم،
لأن من أهل العلم من قال كل طلاق يمين طلاق يقع طلاقا. فأنا أرى أن الزوجة تصحبه مرة ثانية وتذهب إلى من؟ إلى المفتي، يعني مفتي يفتيهم، إلى أحد أهل العلم، ويسمع هو وتسمع هي، لا تعيش معه إلا أن تذهب، أن يذهب إلى أحد أهل العلم عشان تبقى في طمأنينة. أيوة نعم. مش عايشة يا شك أنا في الحلال ولا في الحرام. أيوة نعم. ربنا يهديه ويتوب عليه. يعني بتقول لك بيشرب مخدرات وما شابه ذلك، شيخ ربنا يهديه، ويقولوا بينسى، يعني يقول كذا وينسى انه قال، بس بتقول انا ببقى فاكره كويس. ربنا يعافينا وياه، ربنا يهديه، امين يا رب العالمين. يبقى الحل ان يذهب مع اقرب شيخ او دار افتاء ويكونوا مع بعض. يذهب المشايخه، يذهب لاحد العلماء، لابد ان تذهب به الى احد ويستمع اليهما، لكن لا تعش معه هكذا وهو يكسر الحلف بالطلاق. هي لا تدري، ربما وقعت ثلاثة طلقات وهي لا تدري. نسأل الله العافية. الأخ رمضان ابن عمه توفي وهو حلم أنه بيديله حاجة، هل فعلا ما قرأه أن الواحد يدعى الميت شيئا معناه أنه هو سيموت بعده؟ شيخنا الكريم، هو لا، نحن لا نفسر أحلام، لكن هي نصيحة عامة لمن يرى في منامه شيئا، ثم يأتي بكتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، وهو ليس طبعا ومنسوب إليه، منسوب إليه، أو لأي كتاب من تفسير الأحلام، ويقرأ فيه ويقول أنا وجدت في كتاب تفسير الأحلام كذا وكذا. هذا خطأ، فالأحلام تفسر حسب الرأي وحسب الظروف وحسب أحوال كثيرة. يعني هناك أمور كثيرة هي بناء على هذه الأمور يفسر الحلم، لكن مسألة انه هي التفسير واحد لكل الامور فهذا ليس بصواب. هذا نعم ليس بصواب. نعم شيخنا الكريم، وهو لا يلتفت لمثل هذا الامر، ورحمة الله على ابن عمه لا يلتفت، ورزقه الله طول العمر يا حبيبي الغالي اخ رمضان. ايوه، لان ممكن الانسان يعيش في هواجس، انا هموت وكلنا هنموت. كان صحابي ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرى احلاما مزعجة تمرضه، فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن هذا من الشيطان وأنه يستعذ بالله منها وأنها لن تضره بإذن الله، ففعل ذلك، فخلاص الأمر سلم من هذا. أمة الله زوجي كويس بس ما بيصليش، يعني صلى الله أن يهدينا وياه، وبيخرج كده من دون أن يقول لها، وبتبقى قلقانة عليه. تعمل معي شيخنا طبعا في مسألة الصلاة ومسألة التعامل معه، أسأل الله أن يهدينا وأن يهديه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة عنوان المسلم، فزوجها لا يصلي، الصلاة عنوان المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تارك الصلاة كافر، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالصلاة أمرها خطير، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله هو الصلاة، فإن صلحت صلح ما بعدها، وإن فسدت فسد ما بعدها. فهي بتقول انه هو كويس، ممكن يكون اخلاقه طيبه، وممكن يكون ودود، وممكن يكون كريم، كل هذا ان لم يكن يصلي لا ينفعه بشيء، لانه ان صلحت صلح ما بعدها، وان فسدت فسد ما بعدها. فالصلاه عنوان كتاب المسلم، الصلاه عنوان كتاب المسلم. نعم. صحيح، لو هو بلا صلاه يبقى لا ينظر الى باقي الاعمال. يعني هي منتشر شيخنا الكريم بين الناس صورتان، أو إلا من رحم الله، صورة من يصلي ويفعل كذا وكذا وكذا فيحدث للناس صدمة، وصورة من لا يصلي وهو تقول يعني خسارة الحلو لا يكتمل، يعني وتقول الله يعني هذا لو كان يصلي لكان خيرا له. كلاهما خطأ، المسألة مش كده، يعني المفروض تبقى صلاة ومعاملة وعبادات وأخلاقية. أيوة نعم، ده الأكمل وهو الأفضل، وده المطلوب. نعم. أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن نفترض انت حضرتك افترضت صورتين، صورة واحد او واحدة يصلي او تصلي ويقع في بعض المعاصي، وصورة واحد اخر لا يصلي، ايهما افضل؟ لا شك ان الذي يصلي هو افضل، وان صلاته ستنهى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن احدهم لما كان يصلي ويفعل ويقع في بعض المعاصي، فسأل هو يصلي؟ قالوا نعم، قال صلاته ستنهى. فلا شك أن لا مقارنة ما بين الصورتين، ولا عذر لترك الصلاة على الإطلاق.
لا انا مش ده يعني يقول اصوب يقع في المعاصي يقول الناس كده. الناس يظنون ان هو عنوان سيء يعني يقولون شوف اللي بيصلوا بيعملوا ايه شوف مش عارف يعني الناس لكن هو بلا شك من يصلي افضل بكثير ايوه من نعم لا مقارنه بينهما لا مقارنه طبعا ايوه نعم حتى وان كان يصلي ومن منا بلا خطا من نعم. منا بلا ذنب نعم فهو يصلي وان وقع في اخطاء او وقع في غير ذلك فكل ابن ادم خطا والصلاه تكفر الصغائر فيما بينها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا الصلاة نفسها أما يجي يصلي الوضوء نفسه بيغفر الذنوب تنزل الخطايا مع قطرات الماء نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنه تحترقون يعني تقعون في المعاصي فتصلون الظهر فيغفر لكم هكذا ثم تحترقون هكذا يعني ايه او رايتم لو ان بباب احدكم نهرا جارين يغتسل فيه في كل يوم 5 مرات ايبقى ذلك من ضرره شيء قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الصلوات الخمس يعني هو او كما قال يصلي وان شاء الله في يوم من الايام ستنهو صلاته عن هذه الذنوب التي نعم. يفعلها يوما ما نعم لكن لا يترك الصلاه لا يترك الصلاه لا عذر لترك الصلاه بحال الا بغياب العقل بالنسبه للرجل والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لكن لا عذر للرجل على الإطلاق في ترك الصلاة حتى وإن كان يشرب خمرا حتى وإن كان يزني حتى وإن كان كذا حتى وإن كان كذا لا عذر لترك الصلاة بحال الله. وهو يصلي والله سيتوب عليه بإذن الله مش معناه أنه هو يصلي يقول أنا أصلي وأزني ما نقصد ذلك نعم. إنما نقول أن الصلاة هو مسؤول عن الصلاة في كل وقت ومحافظة على الصلاة إن شاء الله ربنا يعينه أن يقلع عن هذه المعاصي بإذن الله رب العالمين. يعني بتبقى مداخل من مداخل الشيطان. أيوة نعم لكن يعني أنت بتصلي وبتشرب سجاير، أنت بتصلي وبتعمل أيوة. كذا، أنت بتصلي وبتاع يا عم بطل صلاة بقى خلاص. بداية الخطأ هو أن يترك المسلم الصلاة. ما أصل أنا مكسوف يقول لك أنا مكسوف أقف بين يدي الله وأنا بعمل الذنوب الكتير دي. لا 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 يقف. يقف بين يدي الله ويقبل على الله سبحانه وتعالى لعل الله إن شاء الله يعني إيه يقبل عليه ويغفر له. بإذن الله رب العالمين أسأل الله أن يتوب علينا جميعا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ متولي البراجيلي مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى فابقوا معنا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل ومعكم فضيله الدكتور متولي البراجيلي. اهلا ومرحبا يا دكتور. اهلا بك استاذ احمد، منورنا وربنا يحفظك وتقبل منا ومنكم رمضان. اللهم بارك. شيخنا الكريم، تقول اختنا امة الله: امي كانت عند زوج اختي او زوجة اخي الصغير، ويبدو ان حدثت مشاكل، فالام قالت دول ما يمشوش، ولا هي تمشي في جنازتي ولا تحضر كذا وكذا وكذا، فالأخت أبلغتهم بهذه الوصية، فهل وقع منها إثم أنها أبلغتهم بهذا الكلام شيخنا الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها يعني أخطأت أنها بلغت هذه الوصية، لأن من يوصي أن ابنته لا تمشي في الجنازة، ابنه لا يمشي في الجنازة، يوصي في وقت غضب أو في وقت كذا، تقطيع أرحام، فنحن لا ننقل هذه الوصايا، وهو خلاص أفضى إلى ما قدم، لكن نحن لا ننقل هذه الوصايا التي تؤدي إلى تقطيع الأرحام، بل بدلا ربما هو يأتي عليه يعني يوم ما يستغفر له، فلما تقول له أوصت ألا تدخلي عليه، أوصت ألا تمشي في جنازتها، ستظل تحمل هذه في قلبه. صحيح، فنحن لا ننقل هذا الكلام، هيبقى فيها نوع من أنواع الأشياء القلبية يعني. أيوة، ضغائن وكذا. لا ننقل هذا الكلام، فربما هذه تستغفر لها، حتى لو قالت لنا أنا أوصيكم بكذا والوصية دي فيها تقطيع أرحام، فلا ننفذ هذه الوصية، لا تنفذ الوصايا التي فيها محرمات. يعني هي تستغفر الله عز وجل. تستغفر، ولا شك أنها أخطأت ما أفسدت. أيوة نعم. نعم. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أختنا، تفضلي. وحضرتك طيبة، تفضلي. نسألكم الدعاء بالله عليكم. يا رب يحفظك ويحفظ المسلمين جميعا، تفضل. وبأن يفرج الله كرب المكروبين ويفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. آمين. لي سؤالين. شيخنا العزيز، ما السبيل للحائض والنفساء لبلوغ أجر قيام ليلة القدر؟ السؤال الثاني، هناك أخ له أخت يعني تعتبره كأحد أبنائها، ولهم قطعة أرض، فأرادت أن تبيعها له بأجر زهيد برضاها، ولكن يعني يشتبهون في هذه المسألة، هل يجوز أن تعطيها هذه الأرض يعني بأجر زهيد جدا قد يقل حوالي 40,000 عن السعر؟ مش برضاها يا أختنا؟ أيوة برضاها. وهي أرضها ولا أرض غيرها؟ لا، أرضها هي. أرضها هي، خلاص يا شيخنا يجيبك. حاضر، في سؤال تاني؟ وبالله عليكم أسألكم الدعاء، وأرجو رقم الشيخ متولي البرازيلي ورقم الشيخ شعبان درويش. أسأل الله أن يحفظ الجميع. الأرقام مع الشباب في كنترول. أم حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت أم حسن، اتفضلي. أستاذ أحمد عامل إيه؟ بنعم والله، اتفضلي. لو كنت معايا سؤالين عايز أسأل الشيخ. نعم. السؤال الأول، الأفضل لما نيجي نختم القرآن نقول دعاء في القرآن، ختم القرآن، ولا نبدأ في الختمة الجديدة على طول؟ حاضر. سؤال تاني؟ السؤال الثاني بالنسبه لصلاه العيد، عايز اقول للشيخ مسجدين افضل صلاه فين؟ يقول لي الافضل الصلاه فين؟ ايه صلاه العيد بالنسبه ايه؟ مسجدين اذكر من الشيخ ويشوف الافضل صلي مين فيهم يعني. السؤال حضرتك واضح معايا؟ انا مش السؤال مش واضح معايا الصيغه بتاعته يا ام حسن. اذكر مسجدين اصلي فيهم العيد، عايز افضل اصلي في مسجد اي فيهم؟ في مسجدين يصلى فيهما العيد، فتصلي في أيهما؟ طيب خلاص كده واضح. المسجد الأول هو مسجد كبير وفي قدامه ساحة كبيرة، بس الرجال بيصلوا مع النساء، ما فيش مكان منعزل للسيدات، لا كل بيصلي مع بعضين. والسؤال الثاني، مسجد بيبقى للرجال على نصف الشارع ومسجد النساء في وسط الشارع، وبيصلوا مع الإمام عن طريق تكبيرة الصوت. طيب. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. عندي سؤالان لو سمحت. نعم. السؤال الأول، أحيانا أصلي بخالاتي وعماتي وأمي، فمرات بيقولوا لي ما تطوليش أنت بتصلي، يعني صلي بسرعة، فأنا بعمل زي ما هم بيقولوا، فهل أنا علي إثم لو يعني عملت زي؟ طب انت لما بتطوليش معناها ان انت لا تطمئني في الركوع ولا السجود ولا القيام يعني، ولا ام تنقرين الحب يا اختنا؟ لا طبعا. لا اخشع في صلاتي يعني. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء؟ أي شيء يأمرها بها عليها أن تطيعه؟ لو قالت لا يعني على شيء ما، هل تأثم؟ حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. أيوة نعم، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤالين. نعم. السؤال الأول، لو مثلا واحدة عندها حواجبها عريضة جامد وشعر حواجبها غليظ، يعني مش ممكن تهذبهم مثلا تاخد اللي فوقهم واللي تحتهم كده من غير ما تدخل تاخد اي حاجه من حواليك؟ حاضر. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل الجواز مثلا لما الاب يقصد على بنته انها تتجوز غصب عنها لشخص مثلا هو اختاره، هل هذا حلال ام حرام؟ حاضر، شكرا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حجاج، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي حجاج اتفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا، كان في مسجد من يعني في مساجد من ال عاملين صناديق وكاتبين عليها زكاة الفطر، يعني ممكن أحط في الصندوق ده محددين مثلا مبلغ على الفرض قد كده، فهل يجوز إن أنا أحط مثلا في الصندوق ده زكاة الفطر ان انا اطلع فلوس، ولا ما ينفعش ان انا لازم اطلع حبوب؟ حاضر، شكرا يا شيخ. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ أم خديجة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. بقول لحضرتك أنا ليا سؤال بعد إذن حضرتك. نعم. انا دلوقتي امي عندها ذهب في حدود 85 او 86 جرام، وعندها 35 الف جنيه في البنك، هل الاثنين يتضموا على بعض ويدفع زكاتهم، ولا زكاة الذهب لوحدها وزكاة المال لوحدها؟ حاضر، جزاك الله خيرا. وإياك. وعليك السلام ورحمه الله. استاذ حازم، السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله. انا مع الشيخ مع الشيخ دلوقتي. حضرتك معانا يا استاذ حازم، اتفضل. نوطي التلفزيون من فضلك. ليا ابن ابني اتوفى الله يرحمه، وترك اولاد وزوجه، وبعدين كانوا قاعدين معانا في البيت مع حماتهم يعني وكلهم، فابوها قال لا ما تقعدش هنا، خدها وخد العيال وراح عنده هناك، ووصى هو وصاهم كده ان هم ما كلموناش، فحد دلوقتي بقى له سنتين اهو، واحنا عاوزين نكلمهم حتى عشان رمضان ما بيكلموناش، فنعمل ايه؟ حاولنا بنقرب منهم بيبعدوا عنا، حتى الناس الشرعيه قالوا حطوها في المحكمه وعطناهم وهم مش طايلين، احنا ذنبنا ايه؟ دول احفادك يا عمي؟ نعم. احفادك؟ احفادي، اصلحنا الله واياهم، مش قربوا لنا خالص، مش قربوا لنا خالص. حاضر، ربنا يصلحنا واياهم. امين يا رب، امين يا رب. فامان الله يا عم حازم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ربنا يصلحنا جميعا ويبارك في المسلمين. الاخت اسماء، امراه حواجبها عريضه والشعر كثيف، فلو اخذت يعني دون الاخذ من شعر الحاجبين يكون هذا ايضا من التنمص شيخنا كريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن النبي عليه الصلاه والسلام النامصه والمتنمصه. والنمص هو اخذ بالمنماص، وهو الملقاط من شعر الحاجبين. ان كان شعر حاجبيها كثيفا فجوز بعض اهل العلم ان تاخذ بالمقص دون ان تاخذ بالملقاط اللي هو المنماص. فلكن مساله ان حواجبها كثيفه وكذا، الكثيرات يقولن ذلك، فهي تنظر إلى نفسها، إن كان الأمر مشينا معيبا وفاحشا فيبقى هذه حالة مرضية، وفي هذه الحالة فإنها تأخذ تخفف بالمقص وتبتعد عن المنمص. نعم شيخنا الكريم.
أمة الله الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون. هل الإنسان إذا كان بلا وضوء يعني لا يقرأ في كتاب الله عز وجل؟ هل هذا معنى الآية الكريمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجح من أقوال أهل العلم أن المطهرون هم الملائكة في هذه الآية، هم الملائكة. والله هنا مش لن الناهية وإنما النافية. أيوة نعم. دليل الفعل بعدها مرفوع. أيوة، واللي قبلها إنها لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون. فبدلالة السياق وبدلالة ما قلت فلا يستدل بها على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. لكن هناك أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أحل القرآن الحائض، أو لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكن هذا حديث ضعيف. وإن كان جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة من الحيض أو من النفاس من الجنابة لقراءة القرآن، لكن مسألة خلافية، ومن أهل العلم من قال إنه هذا لا يشترط، وأن الحديث الذي احتج به من منع الحائض أو النفساء أو الجنب من قراءة القرآن قالوا هذا الحديث لا يصح. فالمرأة الحائض لا أن تقرأ القرآن احتياطا، يعني تمسه بحائل، يعني تقلب صفحاته بحائل ولا تمسه بيدها احتياطا. نعم. أم آية ابنتي تعبانة و17 سنة وبتشوف الحاجات اللي هي بتقول عليها دي وأصوات ومتعرفش تصلي، وبتحس إن في أصوات في ودنها والشيطان بيقول لها ما تصليش، يعني يعملوا معاها إيه شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يتعرضها على طبيب يعني للعلاج. فهناك خلط ما بين يعني إيه الأمراض، بعض الأمراض النفسية والهواجس تحتاج إلى طبيب. الطبيب إذا قال لا يوجد شيء عندها من المرض يبقى ننظر في الأمر الآخر، أو هي إذا أرادت قبل أن تذهب إلى الطبيب أن ترقيها بالمعوذات، قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، عند نومها وعند القيام من نومها وفي الصباح وفي المساء ترقيها بهذه المعوذات وتدعو الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تبرأ. نحن نقول هذا على اعتبار أنه هو لا نخلط، يعني لا نذهب إلى الأطباء ونقول كل الأمور نردها إلى 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 الشياطين وإلى المس الشيطاني. هذا التوسع في هذا غير صحيح. معي 10 دقائق شيخنا الكريم والأسئلة كثيرة، ربنا يبارك في عمرك. أم آية لا تمام، انتهينا من إجابتك وربنا يشفيها لك ويطمنك عليها يا أم آية رب العالمين. أم محمد الدعاء بفك الكرب شيخنا الكريم، وتقول لكم لو مس سبيل للحائض والنفساء أن تحظى بأجر ليلة القدر شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ذكرنا انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن، طبعا يتقرأ، ان كانت حافظة تقرأ لا شيء عليها، انما ان كانت غير حافظة فلتقرأ من مصحف لكن لا تمسه الا بحائل، بجوانتي بقفزين او يعني ايه هذا، فتقرأ القرآن وتقول الأذكار وتكثر من الدعاء اللهم انك عفو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عيش. ثم انها تعامل بنيتها، ان كانت تقوم كل ليالي رمضان ومنعها الحيض من قيام بعض الليالي فهي مأجورة ويجري عليها ثواب العمل كأنها تقوم به تماما. نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ودين إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. أخت أعطت برضاها الأرض الخاصة بها، باعتها يعني لأخيها الصغير بثمن زهيد، فهل وقع منها شيء برضاها شيخنا الكريم؟ نعم، هو كده الصورة يبدو أن ليس فيها شيء، لكن نحتاج إلى السماع من الأطراف. هل هي باعت لأخيها ولا إخوة آخرون تضرروا من ذلك أنها اختارت هذا الأخ وأعطته دون الآخرين؟ نحتاج إلى أن نسمع. بتقول بتعتبره ابنها. نحتاج إلى أن نسمع حتى لا نتسرع يعني في تمام. لكن طالما برضاها وهو بيع وشراء من حقها أن تبيع. هو بيع وشراء بس برضو يعني إيه، لا ضرر ولا ضرار. هل هي فعلت ذلك لتضر أحدا من إخواتها؟ فلو نحتاج إلى أن نسمع يعني. نعم، وزيت الجنة شيخنا الكريم. أم حسن، هل يجب على من يختم القرآن أن يدعو الله عز وجل ودعاء ختم القرآن، أم يبدأ مباشرة في يعني الختمة الجديدة شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعاء الختم القرآن الموجود في المصاحف هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا كتبه بعض يعني بعض الكتاب، ولكن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه عندما كان ينتهي من ختم القرآن لكن خارج الصلاة فإنه كان يجمع أبناءه وكان يدعو عندما ينتهي من ختم القرآن. فنستأنس بهذا
أنها تدعو عند ختم القرآن وتبدأ، إن لم تدعو فلا شيء عليه، لكن هو عمل صالح ونستأنس بما فعله أنس رضي الله عنه. رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. الله يا رب العالمين. صلاة العيد لو في مسجدين، أم حسن بتسأل، مسجد ساحة كبيرة بس النساء يعني مع الرجال في نفس الساحة، والمسجد الآخر اللي فيه مفصول معزول الرجال عن النساء بس يبدو ان هم عن طريق المكبرات، تصلي في اي مسجد يا شيخنا افضل؟ الحمد لله، صلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، هذه قاعده، فهي وصفت ان المسجد الكبير يختلط فيه الرجال والنساء بالنساء، والمسجد الاخر يعني يكون للنساء مكان مصلى. نعم. مصلى يعني منعزل، فتصلي في المكان الذي ليس فيه اختلاط وان كان اقل. نعم. وزيت لنا شيخنا الكريم، أمة الله، أصلي أحيانا بعماتي وخالاتي، بيقولوا لها ما تطوليش، فهي ما بتطولش، فهل تأثم؟ لا، هي المهم أن تأتي بالأركان ولا تنقر كده، حضرتك ما قلت لها يعني تنقر كده، فإن كانت تنقر ولا تقيم ظهرها في القيام من الركوع أو في هي لو قرأت بالمعوذتين بطمأنينة شيخنا الكريم صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، تنظر إلى من تصلي بهم، واطمأنت في الركوع ولو بتسبيحة أو بثلاث تسبيحات، وكذلك في السجود. أظن قد أتت بالأركان، يعني أتت بالأركان، لكن هي ننصحها مش بتصلي بعجائز، وهي عشان هي شابة صغيرة. أيوة. فتقوم يعني كما حس النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة، فإن فيهم من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاج. لكن هي بالنسبة لها هي إن كانت هؤلاء العجائز لا يصلين إلا معها فلتصلي معهن، وهي بقى تطل لنفسها ما تشاء في النوافل يعني. نعم. هل المرأة طاعة الزوج على المرأة على زوجته طاعة مطلقة؟ وهل لو قالت له في شيء لا تأثم؟ لا، ليست مطلقة، وإن كان طبعا الوقت يداهمنا، لكن المسألة فيها تفصيل، لكن كده كقاعدة كده نضعها عنوانا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فينظر إلى كلام الزوج إلى أوامره، إن كانت في معصية فلا تطعه في ذلك، إنما لا. هو الكلام في المباح، هل تطعه في كل المباحات؟ لا طاعة إلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة إلا في المعروف. أيوة. نعم. لكن الإنسان لا ما تصليش، لا ما تصوميش، هذا لا يجوز. وتكلم أهل العلم في المباح، نعم، لكن ليس في الامر يعني بمعصيه، هذا لا تطيع ولا زوجها ولا ابوها ولا اخوها ولا اي حد. لكن لو امرها بمباح، هي المباح بقى اللي فيه الكلام يعني. ينظر الى هذا المباح، اذا ادى المباح ده الى انها تتضرر من ذلك فانها لا تطيعه في كل المباحات طالما سيقع ضرر عليه. نعم. زيت الجنه شيخ، المساله محتاجه تفصيل، محتاجه تفصيل. والوقت نعم. محتاجه حلقات لوحدها. ايوه. الاخت اسماء سؤالها الثاني، هل لو الاب اجبر البنت على الزواج ممن لا تحب، حكم هذا الزواج ايه شيخنا الكريم؟ لا يجوز اجبار البنت على الزواج، لان النبي عليه الصلاه والسلام امر الولي ان يستاذن البكر، وان والسيد تستامر، فواذنها صمتها او صمات صمتها. نعم. فلا يجوز ان تجبر البنت على الزواج، فموافقه البنت على الزواج هذا شرط من شروط صحه الزواج، ان لم توافق فالزواج يكون غير صحيح. يعني البنت إذا سكتت فهذا السكوت علامة من علامات الرضا، بس السكوت له قرينة، ما في ساكتة ومتبرمة. يعني ساكتة باين عليها، باين عليها، وفي ساكتة بابتسامة مع حمرة خجل. نعم. فالأب يعرف طبعا أو الأخ أن ده سكوت رضا، لكن من سبق لها الزواج الثيب يعني لابد أن تتكلم، أن تتكلم، تستأمر يعني تتكلم يعني. نعم. أيضا لأنها نعم. خبرة الرجال، فتشاور في ذلك وتسأل وتجاوب. تمام. لكن أنا جزاك الله خير شيخنا الكريم، الأخ حجاج يوجد مساجد بها صناديق زكاة الفطر، فهو لو وضع المال في هذا الصندوق وكان يريد أن يأتي بالحبوب، هما المساجد في الغالب بيوزعوا حبوب يعني، بس بياخدوا المال كوكلاء وبيشتروا أرز أو أطعمة ويوزعونها، فهل هذا يجزي عنه شيخي الكريم؟ نعم، إن كان المسجد يقوم هو بهذا فهو يجوز له أن يوكل المسجد للقيام بذلك، هذا جائز، بس هو يطمئن ان المسجد لا يوزع مالا يعني. يطمئن للمسجد. وان كان طبعا من باب تمام الفائده ان من جاوز اخراج القيمه هو الامام ابو حنيفه، وان كان شيخ الاسلام ابن تيميه له كلام جميل في هذا الباب، وان كان طبعا الوقت برضه في هذه المساله، قال انه اخراج القيمه من باب الفتوى وليس من باب الحكم.
الحكم حبوب، الحكم ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يضيق الأمر، لم يحجر الواسع، وقال ينظر في فتوى، يعني يسأل يعني صاحب المسألة على حدة، فإن كان الأمر أفضل أن يخرج القيمة كفتوى فقد جاوز ذلك، لكن كحكم فنحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وبما يعني إيه فرضاه النبي عليه الصلاة والسلام من زكاة الفطر أنها تخرج طعام يعني مطعم عليه الصلاة والسلام. أم خديجة، أمي عندها ذهب تقريبا ما يعادل 85-86 جراما من الذهب، ومع مال ذكرته مبلغ في البنك، هل تضمهما معا ولا لكل منهما يعني زكاة منفصلة؟ شيخ، المال والذهب، هو الذهب بلغ النصاب فخلاص يبقى فيه الزكاة، والمال الاخر ايضا فيه الزكاه، يبقى يعني تضم المبلغين وتخرج ال 2.5%. كلاهما مال يعني؟ نعم. هو الكلام في الذهب ان لم يبلغ النصاب هل تضم عليه المال لاستكمال هذا ام لا تضم، لكن هي عندها الذهب بلغ النصاب فيه الزكاه، وعندها المال ايضا يبلغ النصاب نصاب الفضه على الفضه مش على الذهب. الفضه نعم، وعلى الذهب بكام يعني؟ لا الذهب 80 في الذهب ممكن يعدي ال 55-60 ألف جنيه لان اسعاره زادت. ايوه على نصاب الفضه فقد الفضه بلغ نعم بلغ النصاب. نعم شيخي الكريم. الاخ حازم ابني ربنا يرحمه ويحسن اليه، لكن يبدو ان ابناء الابن الاحفاد يعني مش عايزين صله خالص بجدهم واقارب والدهم عليه رحمه الله، يحاولون التواصل معهم والأبناء الأم الأحفاد يمتنعون، فأولا كيف يتواصلون معهم وعلى من يقع الإثم شيخي الكريم؟ هو المسألة تحتاج الحقيقة إلى سماع، لأنه هو وصف أن هم حتى بيرفضوا اللي هو النفقات، لا النفقة كمان من بعيد لبعيد عن طريق المحكمة، عن طريق المحكمة مع احتياجهم لذلك، من المؤكد أن هناك شيئا يعني إيه خفي علينا في هذه المسألة، فنحن نحتاج إلى أن نسمع، لكن على العموم نقول له هؤلاء أحفادك أبناؤك، فعليك أن تصلهم وأن تحاول مرة ومرة ومرة، وأن توسط أهل الخير لإصلاح ذات البين إن شاء الله. نعم شيخي الحبيب فضل الشيخ متولي المراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، ولا تنسانا من صالح دعائك في هذه الليلة الوترية القادمة إن شاء الله تعالى، ليلة 25 من شهر رمضان المعظم. نعم اللهم ربنا يبارك فيك أستاذ أحمد، ورزقنا الله ليلة القدر، آمين، وتقبلها منا اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك دكتورنا الحبيب، النهاردة الاثنين إن شاء الله في حلقات لأهل الذكر، لكن هذه آخر حلقة لحضرتك في أهل الذكر في رمضان النهاري هنرجع هنرجع تاني إن شاء الله بعد رمضان، يعني إن شاء الله تعالى إن شاء الله إذا كان في العمر بقية يكون الفترتين إن شاء الله الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء إن شاء الله، إذا كان في العمر بقية بعد العيد إن شاء الله على خير، لكن نحن مستمرون معكم في أهل الذكر إن شاء الله حتى يوم السبت إن شاء الله تعالى 29 من هذا الشهر الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ليلة القدر، ليلة القادمة ليلة وترية ليلة 25، فلا تحرموا أنفسكم ولا نحرم أنفسنا من الوقوف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل والدعاء بليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر وألا يحرمنا ثوابها وفضلها. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.